كيف تتوقع أن بالنسبة لجمال بالماضي؟ هل سيحافظ على نفس التشكيل؟ بالماضي إبراهيم فغولي كان متعب قليلا، شكوك حوله، ولكن يقول لك جاهز لحد الآن. عندك مشكلة بالنسبة لعطال، هل سيلعب ماندي في الظهير ويدخل طهارت؟ هل سيبقي على زفان كظهير أيمن؟ كيف ستكون طريقة لعب المنتخب؟ جو بونس با باسكو لو تنحي ماندي من لاغاد تو ميت ليكيب اون دونجي، دونك انا راح يخلي لاك سونترال باسكو سي امبورتون، تري امبورتون. ايزون لو تروفي ليكيليب لي زوتوماتيزم ولا متفاهمين، فهم. انا نقول ابار ربما فغول اللي خرج بليسي وي سون فاتيغي، ربما راح الاخر. مي سينو توقعات من يكون في مكانه؟ زفان. لا ماشي على زفان راح يلعب زفان، ما كاش شكون. والناس في مكان فغولي ما عندوش نفس الدور، فغولي رمان بوداوي ما يقدرش يلعب. الناس في عندوش نفس الدور، ما يقدرش يلعب ميليو ريليير. الناس اللي يلعب سي لو كوتي درو ولا سي لو كوتي غوش، فهمت؟ هذا ما كان. مي قلنا لا، ما كانش. هل يقدر يقامر او يغامر في نفس المعنى الصحيح؟ يقدر يغامر ويغير ربما حتى طريقه لعبه باسماء متغيره انه يحافظ على نفسه؟ بالمالدي كان يحب يمشي بفريق اللي راه يدير النتائج كاع. شوف لي زونترينور كاع يحبوا يمشوا 14 15 جوار على بالو شكون اللي راح يلعب، على بالو شكون اللي راح يدخل. الشيء اللي نتمناه كو لي رومبلاسون اللي يدخلهم ما يدخلهم شويه اون روتار. شفنا كاع لي رومبلاسون اللي دخلوا كاع دخلوا اون روتار، فهم؟ وخاصه دوكا مع لا فاتي وكاع تيك لازم يدير دي شونجمون ان بو بلي طو، فهم؟ هذه هي الاخر. شفنا في غولي بلي خرج مع لافا بلا دونك. وزيد من ناحيه اللعب، اني حاب استادير كو كاع لي جوار يرس كونسونتري، نو با فير دي زيفور انيتيل، ريستي اون جروب. شوف كسوا سي لو بلون ديفونسيف ولا اوفونسيف لازم تكون عندنا اون سوبيريتي نوميريك باش ما نعياوش نتقاربوا. لازم كي نروح ندافع انايا الا كان واحد لازم يكونوا زوج، الا كانوا زوج لازم يكونوا ثلاثه، كسوا سي لو بلون اوفونسيف ولا ديفونسيف. يعني هكذا باش لي فور يكون كوليكتيف.